السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمانتين سودة وادة والله كحرن أمان على ذا عكس استعمال السوشيال ميديا رمضان مبارك رمضان كريم ما يلبو دنيا ده في هذا أكيد وقتين إلى سبحانه وتعالى وحق بري رمضان كان رمضان كيس كله إنه بش بش يبرواقين وقاسي بإذن الله الكريم نوحان الدي على استي إنه نصيص تعطى برنامج كنا نفر مرنتا أم وحيابها أكل يرجلنا النفطنا إن هذا نوحان بلا عنده نصيريس أما برنامجيو أو تحنة كاسو نون قندو نو ليرجلين أما قديشو جارهان قدها مسلمين تا وحاجرو إن بوك أدبانا ذا أقرينا بوك اسمه سحالها The Grade of the Islamic Women إن قبلها مسلمات كا جارهان وحادي الله وحسي إن نبيك حاسس كيسة أو لما استرن إدمان قبله جولستي مسلمات كأها نسيدو كلاني مركان هاي دلنيرو أم مركان هاي وحدون أهانو أما ددوين أم دد كل حد كأ حليان للتاريخ وحأوبهن هاي أما حلو البو دد نو نقضو رول موديل أما دد أكوديانو حدنا وحاهي سنة أنا كإلهي سبحانه وتعالى أنو أرزقي دد أدوني آخر جولستي لبد الدار gaar ahaan gabdhaha waxaan soo sameyn doonaa gabdhaha muslimaadka kuwaas oo doorar kala duwan ka geysteen diinta islaamka horumarinteeda iyo sidoo kale horumarintooda kuwaas oo laga daar guuleysteen adduunyo aakhiro iyagoo nolol loogu bishaareeyay jannatul firdaws al a'la kuwa lagu deedana kuwa ugu weyn uguna muhiimsan uguna fiican ay yihiin waxaan ku hormari doonaa hooyadeena ama ummu mu'miniin خديجة رضي الله عنها أي عوضة كبلاد دونا رمضان وطنا بلاد أي عوضة وحنوس عندنا إلا حاسس كنبيجا إن بدون كود قصوي كود تاريخ ضوء قميسترن وحرجينا إن سوق كوب كوس أنا كنون قم دونت أما أكو عمل فلنا أما وحياة ونونكسن عك قاعدنا بإذن الله الكريم سأقول جل سنة أنا كان عدوني آخره مرة وهداء دون جل سنة سدوا كنا آخرنا وجل سنة أمنا خديجة رضي الله عنها إلى حكر على نقض وحي مضنت هاي كود يشو مد أدوني مد آخره وين جولي ستي وان قفا حبنا إني أدوني آخر جولي ستي إلهي سبحانه وتعالى نحكر على نقضه أنا كان الله مجدي وكو كديرو عوضن قصيدة نصكو بدونا هدي أعجبش هاي أقرن تأمنا وحق رسدني وحق كبير جلنا بوجس إن أقر ستيد وحبضنا بكفاء دون تا قبل بضنا مسلمة ظهر أكون وكبرن دون تا يدور كسوقاتين خرمرين تدين تيسدو كلا قوله إيك جارن الدنيا ده هدي الله فيريد أنك جناسيرة جارهان قبل هدنيا نا إني نقلان كان عصتيال أمروان إني أدون كان وح قصو كرديان فيديو جن عاوض حق صو كوا بدونا قصة أمنا خديجة رضي الله عنها إلى سبحانه وتعالى هكر على نقضه مرعي ضوء مستر ما خديجة بنت قويل بن أسد بن عبد العز بن قزيم بن كلاب القريشية الأسدية هو هذا المرعي ضوء فاضمة بن سيد بن عامر وحين طلعتي سنة كي أما شني طبعاً سنة كهر عام الفيل حلو ورشتي حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم إن أبه هذانا وحو كل انتي حرم كده حديثة وحو كل انتي دقال كالوما عاو حرب الفجار إذن وحو كل لطي أمنا خديجة رضي الله عنها وحو كل لطي مكة إله سبحانه وتعالى حكرا لنقضو وحين كمد إهيد قبله مسلماتك أما قبله أغوري سيقالتو دينتي إسلامك سيدوك الوحي إهيد حاسك أغوري أغور سيدو نبيجين محمد صلى الله عليه وسلم سيدوك الوحاسك إذا شيء دمان حربورت النبيجة نحريس إنه يدقلي دوشي سهاتي مركة لغريو إبراهيم سيدوك الوحي إهيد حبيني قنعصتي سيدوك الوحي كمد إهيد قبله لوغو بشاري جندا أيه أو نول سيدوك الوحي إهيد قفتي وكسو سلامي إن الله سبحانه وتعالى وسلام وسودي بي جبريل عليه السلام إن وحي قاضتي وحيا بآدي أدوين سيدوك الوحي الدور وين كقاضتي إن هرمرنتا دينتي إسلامك انتي أقول سنين كهر نبيجينا محمد صلى الله عليه وسلم وحي صومرتي لبقور وحينا إهيد قناعسة وين وحينا كمد إهيد داد كفركو تيرسكا التجارة أما التاجرين تدقن مقالة مكة نسيدو كالي سفادة نوحي إهيد وناك إيو وحيا بآدي آدو فربضان دينتينا نوحي كجيستي قعان آدي آدوين حدين نقطو عابين تحبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم سيدو كالي قناعسي غيدا وحيا ببضان أو حاجرو إيكو ديرشيكا غمضان تحاي أو أنا كان ماانتا حدار من إنا الدنيا قرأكو قولي سنو
inaan kaga dayna ay mudan tahay kadib markii ay guursatay labadeedii guur kadib waxay ahayd qof ganacsate ah ee nolosheeda horumarsiisay nolol qurux badan iyo mustaqbal wanaagsan heysato ee ganacsigeedana aad iyo aad ayuu u weynaa ganacsigeedana wuxuu ahaan jiray Makkah iyo Shaam waxaan gacan weyn ka siin jiray ama u adeegi jiray niman ee lacag siiso sida haddulaal oo kale alaabti wax dhan adeegyada loo dhiibayo sidoo kale faa'iidooyinka amri wuxuu soo celin jireen maalin maalmaha kamid ah waxay maqashay ammaanta nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo gaartay wuxuu ahaa xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam saadiqul amiinka ama dadka maka degan dhammaan qofka ay ku kalsoon yihiin wanaagiisa ay ka sheekeeyaan qiimihiisa ay ka sheekeeyaan dadnimadiisa ay ka sheekeeyaan kadib markii oo intaas wax soo gaaray waxay codsi u dirsatay nebiga inuu oo markaan u qaado alaabteeda una soo adeego kadibna wuu ka aqbalay alaabadii wixii oo sam kadib markay isguursadeen nabigeena naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waxay noqdeen faamil waxaynu dhashay dhammaan gabdhaha iyo wiilasha nebiga oo dhalay horna waa usoo sheegay markii laga reebay ibraahim sidoo kale nebiga wiilashiisa dhammaan maysan qaangaarin waxay ku dhinteen badankooda wiilasha dhammaan umashay ku dhinteen laakiin gabdhaha dhammaantooda way qaangaareen waxaana wada dhashay gabdhaha dhammaan ummuna khadija radiyallahu canha sidoo kale waxayna door weyn ka qaadatay horumarinta diinta islaamka markii la soo saaray nabigeena naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu la kulmay caqabado aad iyo aad u fara badan caqabadahaas oo kala kulmay haddee ahaan lahayd dhanka faamilkiisa iyo sidoo kale dadka degan magaalada maka dhammaan waxay ahayd waxyaabo aad iyo aad u adag in nebiga oo noqdo nebi ama arintaas waxay ahayd arrin aad iyo aad u culus dadkani ay aqbaleenin waxaa jiray nin ilmaadeere ay yihiin hooyadeena Khadija markii dareentay nebiga in wuxuu aadi jiray asay godka qaaru xira inta badan ku duceysan jiray oo salaadooyin sunni iyo waxbaas kaga dukan jiray markii loo soo waxyooday markii ugu horeysay ee uu imaaday Jibriil calayhi salaam nebigu wuxuu xamili waayay aad ayuu u baqday ama uu cabsan jiray kadib guriga uu imaanay wuxuu soo carari jiray ama uu soo raadsan jiray wehel ummuna khadija radiyallahu anha wuu iman jiray kadib idada qisadii iyo taariikhda nabiga eedan qisaad yaad weyn waaye laakiin hadaba xarwa waxyaabihii wanaagii ee diinta u geysatay sidoo kalena nabiga ay u geysatay in a soo kokoobo soo waqtiga inuu ugu dheeraanin kadib markii intaas ee dhacday ninkaasi naadeerka markii u tagtay wuxuu cadeeyay nabiga inuu yahay uuna ka aqriyay kitaabadii uu akhrisan jiray asma aheyn muslim laakiin sifadii dhan ayaa waxa ku soo baxday nabiga wuxuuna dhahay dhammaan dadka reer Makka way ka soo wada horjeesan doonaan wayna cadowsan doonaan wuxuu dhahay hadii aan gaar maalintaas waxa u noqon doona garab dhameystiran markaas ay rumaysan waayeen waxay ku dhaheen dadka maanta saan noo jecel oo maanta saan nabiga u jecel oo inta la soo saarin ka hore ahayd ee saadiqul amiinku ugu wacaano xulbu wacaa markaas oo ku dhahaa nabi walbo oo ama rasuul nabi walbo la soo diro saasay maxallaha uu umari jiray caqabadaha iyo dadka intay aqbali waayaan hadii maalintaasna aan noolahay heli hoob waa nii garab taagnaan doona ayuu dhahay laakiin ma dhicin wuu geeriyooday kadib nabigu wuxuu la kulmay cadaabad fara badan dhibaatooyin fara badan intaas maysan kaga tagin wax walba garabee ka naqtay ma dhihin meeshan xaasa ka ahay faamilkiisa wey dhexgashay waxay u hurtay naf iyo maal wax walba ku bixisa diinta waxayna ahayd habeenadii ugu horeeyay diinta islaamka aqbasho markii loo fiirin qofkii ugu horeeyay aqbalo nabiga sidoo kalena diinteena aqbalo waxayna sameysay nafurnimo oo dhan walba ah ilaa ay waxay garab u noqotay 3 sano cunu qabateer saarnaa nabigii iyo dhammaan faamilkiisa waxaana garab u ahaayeen iyada iyo adeerkiisa Cabdulmudallib xilligaas markii loo fiiriyo dhanka faamilnimada iyo sidoo kale dhan badan eeda gaar ahaan
حتى دقاله هوريسي إلا إيه كان خذان ضد أو حبهي سنين سدح سن إلا سدح سن عن قبتين كسر ناين أم عن قبتين كسلوه ولا دي بعدين أي وقدم بين مرك عن قبتين كي وحيا بس كبحين عصمر كل ما ذي وحول بو ها ها تدن كدين تا ها ها تدن كجرب كا وحول بو حي عن قتاي أما نقول أم يسترنا وحي عن قتاني بيجينا نحرس إني بتجري كل كيسة عاتي وحي نمضان تهاي قديشو تاسو إيه دن دين إذن جناسي إذن والبا إن أحد ينوب مسير جرين إن عشرة رضي الله عنها سدوك إذن الله كر على نقطة وحيد قف كل يأ كم مسيرته أنت كلامك سكول إمامان وكل حفالتن مرة بويك هر مري جرتي أما ويك قد بيد نبي جمرك لوفير يحاسس كيسة إلا يوحي كم مسيرتي أمنا قديدة رضي الله عنها مرول بأيضا لمطي أفكي سميك بحجرين نبيغ مئلوين وقت والبوك شيكين جري مرارك قار وي آمين ويسي وي ديسي حتى انت اي مصيرتو اي آدي آد كاقا مصيرتو حدا نقصة دان آدي آدي وفرا بضان تحاي كلي وحاروا نحرك نقصة دان عصو شيري قفكرا وينو قوليستو لبدا دار انو قديدو ويدين خديجة رضي الله عنه وحان سوق عظم دونا قبلها مسلمات كبادن كودا كوا سوق وحان سوق عظم دونا قبله سحابيات كاها يسيدو كالحاسس كنبيغا وحيان قبضل هايين مان تودا وحياب وقار ايه كاسو عكاق ديان كرنو انا كان عكو هرماري كرنو لماتين سودا بادا رمضان كريم رمضان مبارك انت عسكو سو نقن فيديو غان فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.